هاي جايز، اهلا بكم على قناة سامر تايم. فيديو النهاردة بناء على طلباتكم فيديو تمارين للتسخين او اللي هي الوارم اب اللي بنعملها قبل ما بنروح الجيم ونعمل التمارين التخسيس بتاعتنا. الفيديو هيكون بتوقيت الحقيقي بتاعه عبارة عن 2:30، فانتوا تشغلوا الفيديو وتشتغلوا معي. كمان الفيديو كولابوريشن مع سرور ميك اب، قناة سرور برضو هتعمل تمارين مهمة جدا اللي هي الاسترتش او التبريد اللي هي بنعملها بعد ما بنخلص تمارين التخسيس بتاعتنا. برضو تروحوا تشوفوا القناة بتاعتها لانها هتبقى عاملة التمارين بتوقيت الحقيقي بتاعها، فبعد ما تخلصوا الشغل عندي ينوت تروحوا تبردوا وتعملوا الاسترتش بتاعكم معاها. من غير كلام كتير يلا نبدأ الفيديو تسخين. هنبدأ أول حاجة بالمارش أو المشي في مكاني، خطوات عادية خالص كأني بمشي. أهم حاجة ببدأ بالراحة وبعدين بحاول أسرع. التسخين هنا هو هيكون ان انا بسخن عضلات الرجلين، فأحاول ان انا اركز على ان الركبة تطلع لفوق على قد ما اقدر، واخلي بالي هنا احنا مش بنسرع، احنا مش بنعمل تمارين، احنا بس بنعمل وارم اب للعضلات، تمرين يعني بنمرنها، فمش مهم السرعة، اهم حاجة الخطوة تبقى مظبوطة. بعد كده بحاول اجري في مكاني، بطور الحركة شوية عشان ابدأ جسمي يحس بالسخونية. بجري في مكاني وبرضو هنا هو اركز على ان الرجلين برجعها لورا على قد ما اقدر، بحاول ان انا اخبط كعب الرجلين في رجلي علشان اعمل استرتش العضلات الساق من تحت. وزي ما انتم شايفين الخطوات سريعه، مش بعمل استرتش، انا بحاول ان انا يعني بس احرك العضله شويه واجهزها. هنا هو بمرن عضلات الوسط والبطن، فهنا برضو التركة ان انا احول راسي وعيني ناحية اليمين وناحية الشمال، في كل مرة بحاول الف فيها علشان الحركة تبقى مظبوطة واحس بالاسترتش جاي من الجوانب. انا مش بحرك رجلي، انا بحرك الجوانب بتاعت الجسم. هنا برضو ده تمرين لتجهيز عضلات الرجلين وبالذات عضلات الساق من تحت وعضلات الكتف والظهر. فهنا هو بحرك رجل ايديا قدام وورا على قد ما اقدر، وبرده رجليا قدام وورا على قد ما اقدر، واخلي الحركه بطيئه زي ما انتم شايفين بطيئه. اهم حاجه يبقى التوازن بتاعي مظبوط واحس بالشد بتاع العضلات، وبرده التنفس، نفضل نتنفس ما نكتمش نفسنا خالص طول اي نوع تمرين بنعمله، ما نحاولش نكتم نفسنا. اخر تمرين للتسخين، المفروض دلوقتي تكون جسمكم بدا يسخن وبداتوا تعرقوا كده. السكوات زي ما قلت، السكوات ده بيبقى موجود في اي تمرين، الفرق بس بينه ان هو في مرحله التسخين انا زي ما انتم شايفين بنزل وبطلع بسرعه، لو بعمله ستريتش بنزل وبطلع بالراحه. برضو اركز ان انا ركبي ما تعديش الصوابع، فده هيكون اخر تمرين ليا للتسخين. المفروض بعد كده تعملوا تمارين الجيم بتاعكم وتروحوا تبردوا مع سرور، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.